أسترو ليلي. الحمل نقول له ماذا بيك، كان تعجي ويكاند هذا ويكاند مزيان، خاصة رومانسي هكا تبعد شوية على القلق على التوتر وعلى الاندفاع والحاجات اللي تتسبب لنا معناها في الضغوطات. ماذا بيك تكون متفائل يا حمل مهما كانت الأوضاع، خاصة الأيامات هذه أيامات مزيانة، نجم نقوله لمين باجاج ودخول على وقت يسر مزيان، معناها مرحلة العبور عديتها، أنت في مرحلة الحصاد إن شاء الله. أنثى الحمل خليك متفهمة وخليك رومانسية شوية، وما تظلمش روحك وما تظلمش البختونيغ متاعك، خاصة كي يكون فما الحوار.